رسول الله يا طيبة لمدينة عظيم الجاه يا طيبة لمدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة ما فيك يا خير من ألقى يا طيبة محمد خير الأنا يا طيبة سوى فيك يا خير من ألقى يا طيبة محمد خير عشق من ترابه يا طيبة يا أهل العشق من ترابه يا طيبة أخذوك حل الجفوف كويت قلبا لغير الحي لم يهم أم التمست نسيمات الصبا سحرا فهاج دمعك ذكر البان والعلم أم طار سرك للخضرى ينادمها فزاد وجدك لطف العد والكلم لها إثوى المحبوب طه محمد جلال جمال في كمال متمم يا لائما لامني في حبه سفها لو كنت ذقت شراب الحب لم تلمي إني اتخذت شعاري حبه علنا فأذن قلبي عن مسعاك في صممي. أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحيي هذا الحفل المبارك حفل مولد الرسول الأعظم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرقة الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري الإخوة أبو شعر وذلك في روضة سيد العارف بالله المربي الفاضل سماحة الشيخ رجب ديب حفظه الله تعالى يوم السبت الواقع 29 ربيع الأنور لعام 1429 هجري الموافق 5 نيسان من عام 2008 ميلادي. أهلا وسهلا بالحضور جميعا
وبالنيابة عن سيد الشيخ كل عام وأنتم والمسلمون جميعا بألف ألف خير. إلى حضرة النبي وعلى نية الفتح والفتوح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نحيي هذا المولد مولد الرسول الأعظم وهو ذكرى وفرح لنجاح القمة العربية وتضامنا مع الأمة العربية والإسلامية سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك في يوم مولدك سيدي يا حبيب الله يا من زكاك ربك عز وجل زكى عقلك فقال ما ضل صاحبكم وما غوى
وزكى لسانك فقال ما ينطق عن الهوى، وزكى شرعك فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسك ومعلمك فقال علمه شديد القوى، وزكاك كلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي يا أبا القاسم، سيدي يا حبيب الله، فإذا وقفنا ببابك نقبس من نور سيرتك، وننشق من عبير هديك، وننهل من موارد فيضك وفضلك، فإنما هي وقفة صلوات وتسليمات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
تجلى إلى محب له خاضع يا سيدا كلما تجلى إلى محب له خاضع أنت بعز الكمال أعلى عن كل من للعلى ارتقى الجميع غالب وأنت فوق الجميع غالب لأنك العين والأثر ساكن الجسم والفؤاد الله 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 يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله 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 يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله بالسر والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل مالك القشيري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من ضم يتيما من بين أبويه إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواه الإمام أحمد العرش يستان والكرسي يبتسم واللوح والسدرة العرس ماء والقلم العرش صنع
سلم عليه علي سلم صلي عليه صلي وسلم سلم عليه علي سلم صلي عليه صلي وسلم سلم عليه كما تدري من الحسرات وقل لرسول الله يا خير مرسل أبث كما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات سلم عليه علي سلم صلي عليه علي وسلم سلم عليه عليه سلم صلي عليه عليه وسلم سلم عليه سلم عليه ونادي ونادي سلم عليه سلم عليه ونادي ونادي سلم عليه رسول الله.
محمد نبينا زادي وزوادي مدحو محمد نبينا
فترى وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحك في النهار بدورا قاموا يناجون الحبيب فتحكي لؤلؤا منثورا شربوا بكؤوس تفاكرهم من صدق هواك فما خرجوا شربوا بكؤوس تفاكرهم من صرف هواك وما لهجوا فهموا المعنى فهموا معنى فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم نهجوا نسمات هواك لنا ترجو تحيا وتعيش بها المغز وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وتبتهج يا بدر على
الحمد لله الذي أنار الوجود بطلات خير البرية. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلات خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وآل مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية. فكان محمد للأولين مبدأ وللآخرين ختام. ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستغذي على الدوام الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال أن في حفر الخندق كان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل معولا ويضرب معه، فاعترضت الصحابة صخرة عنيدة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعول وسمى الله ورفع كلتا يديه الشريفتين وهوى بها على الصخرة، فإذا بها تنتلم ويخرج من ثنايا صدعها الكبير وهجا مضيئا، فهتف الرسول صلى الله عليه وسلم مكبرا: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس ولقد أضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي طاهرة عليها. ثم رفع المعول وهوت ضربته الثانية وبرقت الصخرة المتصدعة، وهلل الرسول مكبرا: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم ولقد أضاء
لي منها قصورها الحمراء، وإن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضرب ضربته الثالثة فألقت الصخرة استسلامها وأضاء برقها، وهلل الرسول وأنبأهم أنه يبصر الآن قصور الشام وصنعاء وسواها من مدائن الأرض التي ستخفق فوقها راية الله يوما. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قائلا، وثبت الأقدام إلا قائلا، نحن الأولى جاءوك مسلمين، والمشركون قد بغوا علينا، والمشركون قد باغوا علينا، نحن جاءوك مسلمين، والمشركون قد باغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، فارددهم اللهم خاسرين، فارددهم اللهم خاسرين، وثبت الأقدام إلا قائلا، وثبت الأقدام إلا قائلا، باسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، حبذا محمد هادينا، لولاهما كنا ولا بقينا، لولاهما كنا ولا بقينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قائلا، وثبت الأقدام إلا قائلا، الله يا ظاهر يا جليل، الله يا فتاح يا بصير، الله يا ظاهر يا جليل، الله يا الله يا حافظ يا كفيل، كن حافظا لنا وكن معينا، كن حافظا لنا وكن معينا، والله لا
سكينة علينا فأنزلت سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قائنا وثبت الأقدام إلا قائنا الله يا بسيط أنت الواسع الله يا مبسيط أنت المانع الله يا بسيط أنت الواسع الله يا مبسيط أنت المانع الله يا بسيط أنت الواسع الله يا مبسيط أنت المانع الله يا بسيط أنت الواسع الله يا مبسيط أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خافض أنت الرافع ارفع معالينا لعلينا ارفع معالينا لعلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قائنا وثبت الأقدام إلا قائنا وثبت الأقدام إلا قائنا وثبت الأقدام إلا قائنا زوارا زوارا محلل من زوارا ريحين أحباب احنا تعنينا تنزور أحمد نبينا من سوريا للمدينة من سوريا للمدينة نمشي نغني بشعارها زوارا زوارا محللا من زوارا رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوارا يا محمد زرنا يا ليت مشتاق انا لطه زوارا محللا من زوارا رايحين نزور الهادي ونتمتع بانوارا احمد نبينا الهادي هو ذخري وسنادي احمد نبينا الهادي هو ذخري وسنادي احمد نبينا الهادي هو بسمة من حيد الحادي بسمة من حيد الحادي بقلبي شبت النار زوارا زوارا محللا من زوارا رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوارا
بس الله يدري بي بس الله يدري بي شكت محتاج لزيارة شعت علينا نوار زوارة زوارة محلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوار زوارة زوارة محلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوار يا ناسي ما الورد خام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت
ويا محيي العظام بعد الموت، أحيي موات قلوبنا يا رب العالمين. سيدي سماحة الشيخ المربي الدكتور رجب ديب، السادة العلماء الأجلاء، مداح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة الأكارم، ما أطول ما انتظرنا هذا اللقاء المبارك، ما أعظم الشوق الذي برح بالقلوب ونحن ننتظر دعوة شيخنا، لأننا نعلم أنها دعوة حياة القلوب. نحن نعلم أيها السادة أن الله عز وجل قد أحيا هذه الدنيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، ونعلم أننا عندما نأتي لنحتفل مع شيخنا مع مربينا بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام سنقطف أثر حياة القلوب. أيها السادة الكرام، سنعتذر أولا لكل إخواننا عن طريقة الدعوة التي مورست في هذا اليوم، لأننا نعلم أنه لو ترك الباب على مصراعيه لاحتجنا إلى مكان أضعاف أضعاف هذا المكان يسع المحبين والعاشقين والمنتظرين، وكنا أيها السادة جميعا على قدم هذا الشوق ننتظر مثل هذا اللقاء، وآن الأوان، وجئنا من أجل أن نتنور، من أجل أن نتعلم، من أجل أن نشتاق، من أجل أن نحن، من أجل أن نئن، من أجل أن تخفق القلوب، من أجل أن تهتز الأرواح، من أجل أن نحيا من أرض هي أرض بوار مزقتها حقائق الحياة، ولكن تحيا من جديد بحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنت أرقب الشيخ، وقد شرفني ربي أن أكون بجانبه، كنت أرقبه بعين خفية جلالا لوجهه الكريم، فكنت أراه يبحث في الناس، أنزلوا فلانا وأجلسوا فلانا، ثم قال: لا ينبغي لكبار السن أن يجلسوا في الأرض. تذكرت رحمتك يا رسول الله، وأدركت أن الوراثة كاملة، الوراثة كاملة، فتعالي أيتها الدنيا لتشهدي أن حب النبي صلى الله عليه وسلم سلوك قبل أن يكون كلاما، هو سلوك قبل أن يكون حروفا. ونتعلم أن الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطبقون كل تعاليمه، يعيشون في أروقة قلبه، يعيشون في حقائق روحه، ثم يأخذون أخلاقه ليمارسوها في حياتهم سلوكا معاشا، فإذا بهم تنطبق الكف على الكف والروح على الروح، وإذا بالحاضر يتصل بالماضي، وإذا بالأحباب يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إذن هي لقاء الأرواح. وقلت لسيدي، ولا أذيع سرا إذا قلت ذلك، قلت له: سيدي، إنما نريد أن تخفق القلوب. كان مشغولا بالجالسين. قلت له: بالله يا شيخنا، يعني نظر إلينا سيدي،
مشان الله نظر إلينا. والله ما تحرك القلب إلا لما نظرت إلينا، ونحن نعلم أنها فرصة، فرصة لإن غادرنا هذا المكان قبل أن يخفق القلب من جديد كان ضياع ننتظره إلى عام قابل. فالله يعطي العطايا لكل عطية نكهة ولكل مكان أثر. ما تأخذه هنا عند قلب العارف بالله لا تأخذه في مكان آخر، وما تأخذه عندما تزور هناك طيبة الطيبة والتي نشتم ريحها الآن. وقد نقلنا هؤلاء الإخوة أبو شعر، وبارك الله بهم وبوالدهم وبالأسر الذي جاء معهم. أقول لهم نعم نقلتم وشممنا رائحة طيبة من هنا، فهناك عندما تزور تأخذ عطية ما تأخذها في مكان. لكل مكان عطيته، ولكل لقاء أثره، ولكل مكان نبضه. ونحن مصرون أن نخرج بنبض قلبك، أن نأخذ من عطايا روحك. نحن نريد أن يتفق حالنا مع قالنا، لكن لما نرى فعالك، نحن رأينا هذا الحرص، رأينا هذا الحب، رأينا هذا الأدب، رأينا هذا الاهتمام. وأظن أنها كانت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تحرك لواعج الحق ولواعج الروح. أيها السادة، إن كل كلام يمكن أن يقال يمكن أن يقزم الموقف، لأنني أعتقد يقينا بأن مجلسنا هذا هو مجلس تتكلم فيه الأرواح، تتخاطب فيه الأرواح. عندما يتوجه الشيخ العارف بالله بروحه على الحاضرين، ثم بعد ذلك تتلاقح الأرواح تحت ظل مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع طلاب علم وسادة علماء أجلاء ودعاة إلى الحق والخير. إذن هذا التناغم الذي نشهده في كل مرة، عندما اسمحونا أن نقول عندما يغنى لرسول الله، وأيضا أنا مصر على التسمية، لماذا لا نستحي من أن نقول نحن نغني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يغني لليلاه أو على ليلاه، ونحن ليلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حقنا أن نغني لليلانا. وإذا غنى المنشدون وإذا حركوا شغاف القلوب تتردد صدى هذه العلاقة في صلاة المصلين وفي شوق العاشقين وفي هذا المزيج بين العلم وبين الروح وبين الأثر وبين الشوق وبين الحنين، وتتصاغر المسافات كما قال أبو بهجة، تتصاغر المسافات. فإذا بالمسافة بين بيتنا وبيته شو بيصير فيها؟ ومضت إشارة. أرأيتم بين بيتنا وبيته ومضت إشارة؟ لقد نقلنا وانتقلنا وعشنا على جناح هذه الروح التي تذكر الله عز وجل، فانتقلنا على جناح روح العارف مع شوق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمسافة تتقاصر بين بيتنا وبين بيته فتصبح ومضة. ما أجل المقام وما أعلى هذا الكلام عندما يكون بوح، بوح للحب للشوق للحنين. وإننا لنعلم أيها السادة أننا لن نخرج من هذا المكان. عودنا هذا الشيخ، وعودنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعودنا ربنا أننا ما اجتمعنا في مثل هذا اللقاء إلا ويخرج كل واحد منا وقد ملئ قلبه بالثقة بأننا لن نضام، لن نضام. تمنوا على الله أيها السادة، تمنوا على الله. ماذا تريدون؟ أعتقد وأني أنا لا أتألى على ربي، ولكن هذا هكذا أدين وهكذا أعتقد وهكذا أظن. أقول لكم وأنا
أعرف أنني أتكلم بلسان حال روح هذا الشيخ، تمنوا على الله فلن نخرج من هذا المكان إلا وقد جبرنا في خواطرنا وأعطينا شؤلنا وحقق الله آمالنا ورجانا عند ربي تبارك وتعالى. قولوا آمين. كما اجتمعنا اليوم في روضة شيخنا، كما كان التقديم في روضة العارف بالله، كما اجتمعنا اليوم في روضة شيخنا ها هنا، أن نجتمع هناك في روضة الحبيب في الفردوس الأعلى تحت ذات الراية، تحت راية شيخنا هناك في الفردوس الأعلى، غير خزايا ولا نادمين، مع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا، تحت ظل هذه الراية، راية الشيخ العارف بالله الذي أكرمنا هنا في هذه الروضة اليوم، سيكرمنا بتلك الروضة هناك. سيدي يا سيدي، يوما من الأيام قبضت على لحيتك، هذه اللحية الطاهرة، وأنا أنقل خبرا رأيته، قبضت على لحيتك ثم قلت: والله لئن أكرمني ربي بالجنة لن أدخل إليها وواحد فيكم واقف على الباب. سيدي، إن كان هناك من أمل في هذه الرحلة، رحلة الحياة، إن كان هناك من أمل فعلى هذا الأمل ندندن وعليه نغني وبه نأمل. ألم تسمعوا أيها السادة قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: يقال للعابد ادخل إلى الجنة، ويقال للعالم قف لتشفع. يا سيدي، لتشفع في من أحسنت أدبهم، إن كنا قد تأدبنا في حضرتك أو في طريقك أو على مائدتك، قف لتشفع في من أحسنت أدبهم. وهذا يسوقني إلى أن أخاطب نفسي فقط ولا أعنيكم بالكلام. يا نفس، إن رمت أن تكوني مع العارف بالله فتأدبي في طريق الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الأدب. قف لتشفع في من أحسنت أدبهم. ونحن أكرمنا بمائدة الأدب عند شيخ الأدب وعند معلم الأدب، ولن نكون أهلا لهذه الصحبة ولهذه المعية إلا إذا شرفت قلوبنا بمعنى الأدب والأخلاق. وحبيبكم صاحب الراية صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يقول: إن من أحبكم إلي وأدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم يا رب كرمنا بهذا المقام، وشرفنا بكل آثاره، وأكرمنا بالأدب تحت راية شيخنا وفي صحبته وفي معيته، واجعل يا ربي هذا اللقاء مكررا عندك في الفردوس الأعلى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا نتحف اليوم بهذا النبض الصادق، بنبض شاعر الحب النبوي، شاعر الإسلام، الشيخ سيف الدين الخطيب، الشاعر
المجيد والمفوه، والذي يعني نسأل الله أن يجعل في نتاجه خيرا وبركة ونصرة لدين الله عز وجل، مع فضيلة الشيخ سيف الدين الخطيب إن أذن مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد نبينا أمه أمينة، محمد نبينا أمه أمينة، أبوه عبد الله متى ما رأى، أبوه عبد الله متى ما رأى، جده رباه عهده وفاه. محمد نبينا أمه أمينة، محمد نبينا أمه أمينة، أبو طالب عمه كان يدافع عنه، أبو طالب عمه كان يدافع عنه، ولد بمكة أقام بالمدينة. محمد نبينا من نور أمينة، محمد نبينا أمه أمينة، ربا خلقتنا فنعم الخالق، خلقت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فنعم الخالق، تفضلت به علينا، خلقت رأسه من الهدى ووجهه من الحياء وعنقه من التواضع وجبينه من التأمل وحاجبه من التفكر وأنفه من الزهد ولسانه من الصدق وعنقه من التواضع ويديه من العطاء وبطنه من التقوى وفؤاده من الإخلاص وقلبه من التقى وظهره من الإسلام ومنكبه من الإيمان وقدمه من السكينة والصدق والهيبة والجلال والوقار، تركزت في أوصاله أسرار القوة والبأس، وانعكست على جبينه أضواء الحكمة واليقين، سهل الوجه لا عابس ولا متهلل، وقور الطالع لا يخلط بين الجد والهزل. فالله الله يا ربنا، اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء، كي لا يكون ما نشاء مخالفا لما تشاء، إن الذي أنت تشاء خير لنا مما نشاء، ومن أنا حتى أشاء خلاف ما أنت تشاء، لو جاهد العبد وشاء ما تم إلا ما تشاء، إذ لم يكن لي ما أشاء، فالطف بنا فيما تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ربنا فوق كل شيء وليس تحته شيء، وتحت كل شيء وليس فوقه شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون، وكل ما خطر ببالك فربك بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن كان لي قصد بذكر محمد، إن كان لي قصد بحب الهادي، أو كان لي سر سرى بفؤادي، فأنا على الأعتاب أرجو وصلكم، فالمصطفى هو مقصدي ومرادي. يا فرقة الإنشاد ألف تحية مني لكم، يا فرقة الإنشاد فلقد مدحتم خير من وطئ الثرى، وبكم سعدنا غاية الإسعاد، يكفيكم فخرا مديح محمد نور الوجود وقبلة القصاد، أنا شاعر أهوى مديح المصطفى وأحب أهل الوعظ والإرشاد، يا ربي إكراما بجاه محمد والآل والأطهار،
والأنجاد وفق مشايخنا لفضل مفرد وارزقهم نصرا على الإلحاد وارزقهم نصرا على الحساد. رسول العدى رسول العلا رسول العلا والفضل والخير والهدى بكل سطور المجد اسمك مبتدا ولي في معانيك الحسان تأمل سمعت بها قلبي يقول محمدا ويهتز للذكرى حنينا وحرقة فيهتاجه الشوق الذي جاوز المدى. شريعتك الغراء فخر وعزة تسامت على كل الشرائع مقصدا سماوية الأغراض سوت بنهجها جميع ذوي الدنيا مسودا وسيدا وألغت فروق العرق واللون في الورى فلا أبيض حابت لتبخس أسودا ولا فضلت قوما لتحقر غيرهم ولا جحدت حقا ولا أنكرت يدا. تريد الهدى للناس والناس بعضهم يعادون من يدعو إلى الخير والهدى وليس جديدا ما نرى من تصارع هو البغي لكن بالأسامي تجددا. رسول العلا مسراك بات مهددا وأوشك بيت القدس أن يتهودا وقومي لا يستنفرون لحقهم جيوشا تصون الحق أن يتبددا. أبن أيها التاريخ وجه محمد ليبصره العامون عنه تعمدا ليبصره العامون عنه تعمدا إذا قامت الدنيا تعد مفاخرا فتاريخنا الوضاء من بدر ابتدى ويبقى صدى بدر يرن بأفقنا هتافا إلى رجب يكون مرددا. بلاد أعزتها سيوف محمد فما عذرها ألا تعز محمدا. رسول العلا لي في مديحك وقفة أرجي بها خيرا لدى موقفي غدا. لساني لم ينطق حراما ولا هوى وشعري لم يضمم كلاما مفندا وحسبي من الشعر الحلال قصائد نطقت بها تبقى إذا لفني الردى. وإني وما ملكت يميني ومهجتي وروحي إذا صح الفداء لك الفداء. فيا خير مولود ويا خير مولد تباركت فيا خير مولود ويا خير مولد تباركت مولودا وبوركت مولدا. الشعر هاج بخاطري فدعوني أفضي لكم عن فرحتي وشجوني. فالشعر كهفي حين يعصرني الأسى والشعر عودي يوم عزف لحوني لا سيما في مجلس ومحبب در كريم طيب مكنون. يا دار عز نورت بمحمد صلوا عليه بمتعة وشجون صلوا عليه وسلموا أبدا كما صلى عليه عدنان الأفيوني. الآن أسماء المدينة جمعتها على هذا الشكل ولا يعز على أبي شعر أن يلحن هذه الأسماء بس هلا لا أتبع أو يتبعني المزهر لا أدري. طيبة وطابة ويثرب وشافية 32 اسم. طيبة وطابة ويثرب وشافية محبة محببة موفية وناجية محبوبة محبورة مرحومة محرمة محفوفة موفورة مرزوقة وخيرة مختارة أكالة مدينة منورة مسكينة قدسية زلزلة وقاسمة مجنة محجة حاضرة وعاصمة عذراؤنا مباركة حامدة وجامعة عذراؤنا مباركة حامدة وجامعة. ادعوا لي ان الله سبحانه وتعالى يبلغنا يبلغ الحاضرين الى الروضة الشريفة. واما الان كمان المزهر هلل الكون وكبر قائلا الله اكبر مولد الهادي محمد عنه رب العرش خبر وله الأملاك نادت وبه جبريل بشر فهو بحر بالدراري وهو ياقوت وجوهر كل نور وضياء
من رسول الله نور. وعلي كان سيفا ساحقا كسرى وقيصر، وأبو الحسنين نور علمه في اللوح سطر، هو باب لرسول نير الوجه وأزهر. منذ أن كان رضيعا كان يدعى باسم حيدر، ثم قال الناس طرا إنه ليث غضنفر. ويهود عنه قالت طالع الباب بخيبر، هو سيف ذو فقار ورمح هو خنجر، إن نجليه بحق سؤدد عز وأكثر. وحسين حاز حسنا سحره بالحسن يؤثر، وأخوه نال عزا وعطاء لا يقدر. من لفاطمة تباري أو تجاريها بمظهر، هي ريحانة حب لأبيها نهر كوثر، هي أسطورة طهر في الورى لا تتكرر. بضعة المعصوم ترقى في مقام ليس يقهر، إنها بنت لأم إذ مع المعصوم تذكر. وخديجة مصون لنبي عقد جوهر، حبذا زوج حصان كم له في الليل تسهر، هي حب وحنان هي عطف هي تشكر. خمسة من آل بيت وبهم جبريل يجهر، إنه سادس أهل عددا طاب فأثمر. إنهم أهل العباء عطرهم مسك وعنبر، ودمشق سرور دينها الله أكبر. كل نور وضياء من رسول الله نور، ما لمزكوم سواه بشذاه نتعطر. أنا عبد لحبيب هو بالعبد مخير، دائما أرجو لقاه فعسى بالوصل أظفر. هكذا قد قال حقا سيد الخلق وبشر، هكذا قد قال حقا سيد الخلق وبشر. كل من يهوى حبيبا فمع المحبوب يحشر، كل من يهوى حبيبا فمع المحبوب يحشر، كل من يهوى حبيبا فمع المحبوب يحشر، فمع المحبوب يحشر. أيا شو بدي أقول هلأ؟ منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء. أيا رجب بمجلسنا توهج، أنار بضوئه الزاهي وأبهج، وخلف نوره أبناء خير كبدر الليل في الدنيا تبرج. فجاء نسيمه الشامي عذبا شذا نفحاته الأرجاء أرج، وهل على دمشق مثل بدر، وهذا البدر للعليا تدرج. وطاف على البلاد بكل علم أريج رحيقه بلماه تمزج. فذاك محمد وكذا أبوه بإكليل المودة قد تتوج. كلا الشخصين في خلق عظيم ونطقهما تزين بالبنفسج. فيا رباه صل على نبي عظيم صفاته بالشعر تنسج، فيا رباه صل على نبي عظيم صفاته بالشعر تنسج. تتجلى المكرمات وتطيب الأمنيات، يا كنار السعد غرد إن فجر النصر آت. ولنا غرد لحونا بمقام من بيات، بمقام من بيات يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي بدنياي وآخرتي يا رسول الله.
إن كنت بعلم، هيك الإيقاع بسيط، إن كنت بعلم لا تدري فالجأ فورا لذوي القدر، وبنعمة ربك إذ حضر قابله بألوان الشكر، واقصد في مشيك مدكرا إن الإنسان لفي خسر، إلا الصلاح إذا عملوا وتواصوا بعظيم الصبر، وأفاضوا من دنيا تلهو وأحبوا مختار الحشر، وأتوا حفلا فيه كرم ومدائح تتلى كالدر، من صوت حلو ذي نغم والفرقة من بلد حر، فصباها سقاها مخضل بحجاز رطب بالقدر، نهوند يزهو مع عجم وبيات رصد كالسحر، لامي شع ونكريز واجهرقى مسك بالشعر، يا صاحب حفل قد جمع فيك الأخلاق بلا عسر، يا رجب أشبه بسماء سحب الأمطار بها تجري، هو شيخ وجواد فرد أكرمه الله بالأجر، منطقه رطب روحي إن جاد بشعر أو نثر، هو شيخ وجواد فرد أكرمه الخالق بالأجر، منطقه رطب روحي إن جاد بشعر أو نثر، في حفل كان به علما يحلو أيضا بأبي شعري، يا رب وصل على والآل مع الصحب الطوري. رح نضحكم شوي معلش. عزمني واحد اسمه هاني كوسا، عريس، قال لي مشان هاني كوسا شو بدي احكي؟ بعد الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، قد غدا هاني عروسا، حفظوها هاي مشان بيت كوسا، لم يعد ابدا عبوسا، واشاد العرس حفلا ناهلا منه الدروس، واقتدى بالرسل طرا منهم عيسى وموسى، وشفيع الكون طه في الوغى سحق المجوسا، انني داع دعاء طيبا يحيي النفوس، ربي اطعمه واطعم كل من في العرس كوسا. كان الكيلو 60 ليرة سيدي. نط واحد قال لي غالي، قلت له المشروش عليك بالكوسة المشروشة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى هي نزول عند رقبة الحبيب محمد خير أبو صينية حفظه الله. فقال هذا، قال لي أنا مرتي عم تعزيني شو بدي ساوي؟ قلت له ليش؟ قال لي الطبخة اللي بدي إياها ما بتطبخ لي إياها، ورضا الزوج بطنه عند امرأته. قال هذا أقصر الطريق إليه، والمستقيم هو أقصر المستقيمات أو الخطوط بين نقطتين. فقلت له لا عتب عليك ولا حرج، كان واحد له زوجة اسمها ملك، إن شاء الله وإن كل واحد اسم مرته ملك، فإجا بده يبطلها من شان شوة تطبخ له، بس طبخة معقدة شوي. فقال لها ملك ملك قلبي يحبك يا ملك، لولاك ما طير شدا، لولاك ما بدر سلك، هيا سلقي لي بيضة وشوي لي لحما أو سمك، وإذا اعترتك مشقة قومي اطبخي لي ششبرك. أمي طلعت شاعرة هي، قالت له قسما بمن رفع الفلك، لو قيدوني بالشبك أو علقوني بالكبك، أو شحوطوني للسمك أو طعوجوني كالتنك، أو قيدوني بالشبك أو هددوني بالدرك أو قوصوني بالفشك، أنا لا أحب الششبرك. فتأمل يرحمك الله. فانتقل إلى أكل معقد أكثر، ألا معدتي هشي وبشي أبشري بالشيخ محشي، ثم بشرى وهنيئا لك يا بطني وكرشي، دغري جاوبته على الفور، لا أحب الشيخ محشي لو بلوز كان محشي. فهل هالشاعرة هي سبقته؟ قام رد قال على الطبخة كمان معقدة، قال جئت يوما من كراجي دون ميل وعوجاجي، ودخلت البيت فورا حاملا صحن الكواجي، كمان ما ردت عليه. بعدين قال لا أحب الأرنبيط، كل من حب الأرنبيط فهو إنسان عبيط، كمان ما ردت عليه. إذا طلعت هي بالكفة الثانية موازية لهذا الرجل. فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. نحن بإذن الله في مظلة الشيخ رجب ديب حفظه الله الحسيب النسيب،
الذي أقول فيه: إن كان ربي يجتبي من بعد أم أو أبي جواهرا للأدب في قمة التأدب، ذا منطق محبب وخلق مهذب، وكوكبا في الغيهب وسيدا للخطب وبالغا للأرب، مدرسا في الكتب مطبقا شرع النبي، أكرم به من مشربي يختر لنا ذا هيبة يضيء شهر رجب. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
في مثل هذا المجلس المبارك بعد كلام أخي الشيخ عدنان بعد سيدنا الشيخ سيف الدين ما لي حكي، لكن كما قالوا وأدلي بدلوك مع من يد مع من في دلاء الدالي، فنتكلم بتوفيق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان مجلسنا بفضل الله وتوفيقه في حب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أتيقن يقينا ما ورد أنه إذا ذكر اسمي في مكان حضرت روحي فيه صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا أشك فيه. ولكن يا إخوان، ما فائدة المطر إذا نزلت على أرض لم تكن محروسة ولا مزروعة؟ نزلت الأمطار ولكن الأرض لم تحرث ولم تزرع، فالأمطار تذهب في الأراضي ولا يخرج منها إلا الحشيش الأخضر للبهائم. أما الأرض التي زرعها غرسها قلبها وعشبها وغرسها الفلاح واجتهد عليها، فهي الأرض التي تنبت من كل زوج بهيج. روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نفعا من المطر، وأعظم إنباتا من أطيب الأراضي. روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع قلبا عشقها أو تولها بها، ولا تبتعد عن روح توجهت إليها. وكلنا أتينا عاشقين مشتاقين، وروحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف على كل هذه القلوب. فقلب يخرج وقد ملئ فيضا، وقلب يخرج وبه حيضة، قلب يفيض بالأنوار وقلب يحيض بالدماء، هذا قلب وهذا قلب. لا بد لمثل هذه الجلسة من تهيئة منذ 10 أيام وأنا أتهيأ لهذا المجلس. علني أن ألمس طرفا من روحانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله وجزى الله عنا إخواننا أفضل الجزاء. لقد هيجونا وحركوا قلوبنا وسقوا أرواحنا، ولا أقول نكتفي، ولكن والله ازددت عطشا. ازددت ولها، وأنا أقوم الآن من هذا المجلس وكأني الإسفنج الجاف، ما ارتويت ولن أرتوي إلا بالنظر إليه، ومن ارتوى قبل الرؤية وقبل المجالسة
فرؤياه خداج فخداج. لا يكتفي القلب بمجرد ذكر الاسم، ولكن ذكر الاسم يا أحباب ذكر حروف أربعة التقت بحروف أربعة. الله أربعة حروف، ومحمد صلى الله عليه وسلم أربعة حروف، لا إله إلا الله 12 حرفا، ومحمد رسول الله 12 حرفا، التقت هذه بهذه. فالقلب العاشق هو الذي لا يفتر عن الصلاة عن الحبيب الأعظم. يا أحبابي إذا كنتم عاشقين لحبيب الله أكثروا من الصلاة عليه في طريقكم وفي مجالستكم ومع أهلكم، أكثروا من الصلاة على الحبيب الأعظم. الصلاة على النبي أنا أعتبرها صابون تغسل القلب من الأغيار، ثم هي طيب تطيب القلب بالأنوار، ثم هي وصال توصل القلب بالأحباب. فإذا بدأنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الأوزار وتملأ القلب بالأنوار، ثم تصلك بالأحباب، هذا إذا المسلم صلى وهو يتوجه بالصلاة إلى الحبيب الأعظم. وقد سبق ذكرت لبعض الأحباب رضي الله عنهم ووفقهم الله أن يعملوا بالصلاة على الرسول الأعظم، وقلت لهم أكثروا من الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة قبل النوم، ثم بعد ذلك ليغمض أحدكم عينيه وليصلي وليسلم مشافهة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله 10 مرات، ثم نم على ذلك. وحاشا لله أن يمر عليك بعض أيام إلا وأن ترى الحبيب معك. عندما تتوجه بعد 100 مرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وأنت تشهد أنه معك، واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا يمكن لهذه الروح إلا أن تتطيب وتتعطر بإمداد روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما منا من أحد إلا ويتمنى أن يشهد أو يلقى أو يرى، وأظن ما في مسلم على وجه الأرض إلا وهو يتمنى لقاء الحبيب ولو بالمنام. من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا كان لابد لك من الرؤيا، طهر إناءك، طهر إناءك لتوجه روحانية رسول الله. وكما أردد لكم أقول، كان السمان من قبل السمان اللي بيع بنفرق، كان السمان من قبل إلهن ذوق، يجي الولد ياخذ الانينه للسمان يقول له حط لي فيها ما زهر في السمان، ياخذ يشم الانينه، اذا شم فيها ريحه غير صالحه يقول له روح اغسلها وبعدين تعال، ما بنحط الما زهر بانينه ريحتها زيت كاز. سمان شويه مي فيها ريحه ما حطها بانينه ملوته. افتظنوا أن الروح الطيبة المقدسة صلى الله عليه وسلم تنزل في إناء وسخ، في إناء ملوث بحب الدنيا أو بحب الشهوات أو بحب الملذات؟
لا والله لا يكون هذا. روح مقدسة لا تتنزل إلا في قلب مقدس تقدس بنور الله وتقدس بحب رسول الله. فالمفتاح بيد كل واحد فيكم، مفتاح قلبه بالصلة المفتاح بيدك. لازم على الصلاة طهر القلب، تطهير القلب من التعلق بالسوى، تطهير القلب من الدنيا، من الهوى، من الشهوات، من الملذات، ولا يبقى إلا حبيب واحد في القلب، الله الله. اجعلوا هذا المجلس، اجعلوا بذرة لدوحة عظيمة تنتشر من القلب فتحيي كل من حولها. لا تظنوا أن اسم رسول الله فقط هو لذة أو دمعة أو أني لا روح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت والله الذي لا إله إلا هو، ما الشمس التي ترونها بالنسبة لنور رسول الله إلا كفحمة سوداء. والله والله ما الشمس التي ترونها في رابعة النهار بالنسبة لنور رسول الله إلا كفحمة سوداء. أين الشمس من نور الحبيب التي أحيت القلوب والوجود؟ إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب، أنا أقول وشموس الحبيب ليست تغيب، شموس الحبيب ليست تغيب. لكن ماذا نفعل لإنسان فقد البصر؟ كيف يرى النور؟ إن فقد البصر لا يفقد البصيرة. كثير من إخواني الذين فقدوا بصرهم أسأل الله أن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم، نجد لهم بصيرة، بصيرتهم منفتحة. إن أغمض بصر الوجه فتح بصيرة القلب. وأنا أعرف بعض الأحباب فاقدين البصر حفظتهم القرآن، منهم من كان يحفظ في اليوم جزء، جزء في اليوم 30 صحيفة حفظوا القرآن. كان أحدهم إذا وقف قال والله أرى سيدنا محمد وسيدنا جبريل يقفون يصلون معنا. شلون الوصف وصيف؟ قال لي ما قال لي غايب بالنور شلون بدي أوصف النور؟ غايب بالنور كيف أصف النور؟ رؤية. هذا فاقد البصر. إذا كان واحد فاقد البصر وفاقد البصيرة نسأل الله العفو والعافية. أكسروا يا إخواني، العمر قدامكم مديد، أكسروا من الصلاة على رسول الله. وأوله ذكر الله، احيوا قلوبكم باسم الله ثم اذكروا رسول الله وخذوا من الإمداد ما يعجز العقل عن وصفه أو يعجز اللسان عن تعبير به. مهما الإنسان أراد أن يعبر لا يمكن. لما أتاني بعض الأولياء الصالحين طلب أن مجالستي شوي، أنا عرفت أنه أراد الامتحان، ما جاي مشان جاي يمتحن. فبعد حديث قال لي أنت مشهور بالحب الكذا، فممكن توصف لي الحب؟ نظرت إليه قلت له علي جاي لعندي وأنت تعلم أنه ما عرف الحب محب. قال لي كفى لهون بكفيني، ما عرف الحب محب. يلي بده يعرف الحب يعرف حبه هو،
ما بيعرف أصل الحب. الحب لا يعرف. لو واحد قال لك وصف لي النور، شو بدك توصف بالنور؟ النور لا يوصف والحب لا يوصف، إنما يعبر عما وصل إليه من الحب. الحب إذا كان بده يذكر الإنسان شيء من الحب، ما في أحلى من كلام أولياء الله رضوان الله عليهم. عم يذكر لي هذا العالم اللي كان جاي لعندي، قال لي يقولون أن الله يوم القيامة يجعل مجنون ليلة حجة على أهل الحب. قلت له وأنت تقول ذلك؟ وين الشرع؟ وين العلم؟ مجنون يصير حجة على أهل الله؟ قلت له هذا مجنون، ليس له في قدم أهل الله مكان. مجنون بلغ من الحب حب ناقص، ما أحب الحب الكامل، أحب الحب الناقص، أحب امرأة ناقصة. كل ما سوى الله نقص، والله وحده الكمال جل جلاله الله. قلت له ليأتيك شيء مما قاله المجنون وما قاله أهل الله. أما المجنون فقد دخل مرة لديار ليلى وصار ينظر إلى النجم، فقالوا له أتنظر إلى النجم؟ قال أنا أكتفي بظل نجم وقع على ليلى. حمار أكتفي بظل نجم وقع على ليلى. قلت له هذا حب هذا؟ وذلك المحب الذي قال وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو نوى قلبي وهم بين أضلعي. هذا حب وهذا حب؟ ما هذا؟ نحطه بطريق أهل الحب، طالعوا لبرا. هذا ما قال لي منين جبتها هي؟ منين جبتها؟ مالك داعي الحب لسه جاي بدك تفحص؟ طلع أهل الحب يا ابني شغلتهم ما هي شغلة كلام. أهل الحب فإن اكتفى غيري بطيف خيالكم فأنا الذي بوصالكم لا أكتفي. سيدنا الشيخ محي الدين رضي الله عنه لما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. ما حد كلام الأول بكلام الثاني، بس ما حد ما بيوعى الإنسان. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، قال هذا كله كلام كبه، ما في أنا وأنت، نحن روحان حللنا بدنا واحد. ما معنى واحد؟ أنه أنت الله والله أنت، معاذ الله، هذا الحلول لا يجوز في الإسلام. لكن عبر عن ذلك سيدنا أبو يزيد البسطامي الله يرضى عنه بكلمة ملأها الجوهر، لما قالوا له وين أنت وين جالس؟ قال ما في الجبة إلا الله. شو يعني؟ قليلين الفهم فهموا بفهم مادي، أما هو يقول ما في الجبة إلا ذكر الله. فني عن وجوده وعن أحاسيسه وعن ملذاته ولم يبق إلا الله ظاهرا وباطنا. لذلك فيما يرضى عنه رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو يزيد البسطامي كان له مقام. كان في مجلس فمرة قال رضي الله عنه سمعهم يقول سبحاني سبحاني سبحاني، أعوذ بالله، شو الكلام؟ لما صيح له يا سيدنا عم تقول أنت الكلام؟ أعوذ بالله أنا؟ قال لهم أقسم عليكم بالله، بالله أقسم عليكم إذا سمعتموها مني ثانية فاضربوني بالسيف. قسم بالله مرة ثانية في خلوتي سبحاني سبحاني، ضربوا بالسيف. ما في حدا، سيف عم يشتغل بالهواء.
لما صحي حكوله قال له ما أقسمت عليكم؟ قال اضربنا لكن عم نضرب بالهواء. ما فقال يا ولدي أتدرون لما قلت ذلك؟ كنت في خلوتي فحضرت مع ربي فقلت له سبحانك سبحانك، فقال لي هل رأيت في ملكي نقصا حتى تسبحني؟ فقلت تعاليت ربي وتبارك سبحاني، يعني أنا الناقص، أنا أنت ما فان عن وجودك يا أمي. الحب فناء عن الوجود بالوجود، أن تفنى عن وجودك بوجود الله، أن تفنى عن أحاسيسك بذكر الله. لذلك الله يرضى عنهم، الله يرضى عنهم، مروا بحياة إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ما عادوا حسوا بحياتهم مما شعروا بقربهم. فالمؤمن يا ابني هو الذي يسعى أن لا يخدش حبه، يسعى أن لا يجرح، لا يجرح حبه، ولا يخدش الحب إلا التعلق بالسوى. متى تعلقت بالسوى؟ والسوى كل ما سوى الله سوى. لا يتعلق الإنسان لا دنيا لك، الدنيا يا أمي والله أحقر ما يفكر فيها الإنسان، والله أحقر ما يفكر فيها، والله حبة ضامة بتفكر فيها أكثر من الدنيا. كيف تفكر بشيء قد تكفل الله فيه؟ الله تكفل به وقال لك واتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب لا يحتسب. لا تفكروا بالدنيا، شغلوا قلوبكم بالله وتأتيكم الدنيا كما قدرها الله لكم. ما قدر لماضي غيك أن يمضغا لا بد وأن يمضغا. كونوا مع الله وأكثروا ذكر الله وأكثروا من الصلاة على رسول الله. وأسأل الله العظيم باسمه العظيم وبحرمة نبيه العظيم أن يحيي قلوبكم بأنواره، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين في محبته المخلصين في طاعته. ونسأل الله رب العرش العظيم أن لا يفرق جمعنا هذا إلا وقد غفر لنا ذنوبنا ونور قلوبنا وشرح صدورنا ويسر أعمالنا واستخلصنا مع أحبابه وخلص أوليائه. والحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليكم. من أجل عين كل عين تكرم، صلوا عليه مدى الزمان وترنموا في باب طه ألقيت أحمالنا وعلى محاسنه الحداة ترنموا. في باب طه ألقيت أحمالنا وعلى محاسنه الحداة تنغم. إن كان قلبي في هواك معذب فبحبكم كل العذاب منعم. إن كان قلبي في هواك معذب فبحبكم كل العذاب I'm
كان دمعي ساكب من ذكره فبمدمعي أجلو الفؤاد وأغرب لما ترى للعيون ديار قفنا على عتاب طيبة نقسم إنا حداة تستباح دموعنا واليوم جئنا هل يقال تقدموا إنا حداة تستباح دموعنا واليوم جئنا هل يقال تقدموا نرجو المقام بطيبة فلنا بها جد كريم بالبغى متممه نرجو المقام بطيبة فلنا بها جد كريم بالبغى متممه عذب بماشي غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي فخذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المغاج وخذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المغاج فالدار داري وحبي حاضر ومتى بدا فمنعرج الجرعاء منعرجي الدار داري وحبي حاضر ومتى بدا فمنعرج الجرعاء منعرجي الله يذهب عني الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك السبل أقول يا ربي ها قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيى الظلام إله أن اشتكت قدمه الضر من ورمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما به نوحا من الغرق كذاك نجى لإبراهيم من حرق أقسمت بالله رب الناس والفلق وحق من خلق الإنسان من علق إن الذي أخجل الأقمار في الأفق فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدان
علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله وله ما يهواه من رتب وزاده رفعة في العلم والأدب. نعم وجاءته دنيانا بلا تعب. أشاح عنها ولم يركن إلى رغب. وعاش فيها قليل المهل والنشب. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه. فأراغ أيما شمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. لما وصلنا المدينة وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا. وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا. لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا. لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا.
رحلنا يا طيبة وللمدينة وصلنا يا طيبة لما حطينا رحلنا يا طيبة وللمدينة وصلنا يا طيبة بدأ يدقدق هالقلب يا طيبة بدأ يدقدق هالقلب يا طيبة وصلت لروض الطبيب ذكرك الذاكرون وغفل عنك.
المرحوم زياد قسومي نقرأ للجميع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، لك الحمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، حمدا تتقبله منا وترضى به عنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حوائجنا وتفرج بها عن قلوبنا وتشفي بها أمراضنا وتشفي بها أمراضنا وتشفي بها أمراضنا وتستر بها أعراضنا وترحم بها أمواتنا وتعطي كل واحد منا سؤله فيما يرضيك عنا إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، ويا خير من أجاب، نسألك في هذه اللحظات المباركة في هذا المكان المبارك وفي هذا الحفل المبارك وفي هذه المعية الطيبة أن تجبر خواطرنا وأن تكرمنا بما أكرمت به أحبابك وأولياءك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا رضا لا سخط بعده، وأكرمتنا بالفردوس الأعلى غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين، تحت راية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بمعية شيخنا وتحت رايته. اللهم بارك لنا في حياة شيخنا واجعلنا من أهل الأدب في صحبته. اللهم بارك لنا في حياته ومتعه بوافر الصحة والعافية، ويا رب أجر الخير على يديه وأكرمه بكرامة الدارين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك عودتنا فضلك في هذا اللقاء الذي تكرمنا به في كل عام في هذا المكان المبارك عند هذا الشيخ المبارك، فنسألك يا ربي دوام فضلك علينا بعد شيخنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أبشروا بفضل الله، أبشروا بكرم الله، الحمد لله، الحمد لله، ما وقفتم إلا عندما حضر الحبيب المصطفى، الحمد لله. أبشروا بالقبول، وستجدونها إن شاء الله في قلوبكم بعد هذه الساعة. كل منكم سوف إن شاء الله يعشق رسول الله. أبشروا لذلك، أبشروا واستبشروا، ولله الحمد والشكر. الله يجزي عنا مشايخنا أفضل الجزاء، الله يجزي عنا الشيخ عدنان والشيخ سيف الدين، الله يجزيهم عنا أفضل الجزاء، وجزى الله عنا فرقة الإنشاد أفضل الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني بكم على حوض رسول الله غير خزايا ولا ندامة، ونسأل الله العظيم أن يدخلكم جميعا في شفاعة الحبيب المصطفى. أنا أخذت بشارة في هذا المجلس، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله ستجدوها في حياتكم. أرجو الله عز وجل أن يجعل هذا الخير كله في صحيفة رسول الله. اللهم أكرمنا بكمال محبته وكمال الصدق في اتباعه
واجعلنا اللهم من المخلصين الصادقين في اتباع سنته. الحمد لله لقد أتاكم مبتسما راضيا. الحمد لله.